حنا جينا بغينا نتفرجوا في الماتش، حنا كازا ورجاويين بير، حنا بغينا نجيو نتفرجوا في هذه المباراه، بغينا لا بالبال لا والو، حنا بغينا نديو الكاس ونمشيو بحال هذا. لا للشغل، لا للشغل، وديما رجع، وديما رجع، وديما رجع، وديما شوف تيفي. خويا غادي نقول لكم جوج كلمات، حنا جمهور الرجاء البيضاوي، جمهور متحضر وتعيش الفكره وعيناكم. وكنقول الفرق الاخرين فهمتيني اللي كيبغيو يعاندونا والالقاب، احلامكم مجرد ذكريات. ويقول لكم ان شاء الله التامله، ان شاء الله اليوم التامله، ان شاء الله مرفوعه، ان شاء الله مرفوعه، كوب من العاصمه، ان شاء الله لا كوب من العاصمه، لا كوب والله ان شاء الله كوب من العاصمه ان شاء الله. خلاصه القول الخوش، حط الكوب وقول لنا بالصحه والراحه والسلام عليكم ان شاء الله. خويا مرفوعه عنو الخوادي تامله ان شاء الله، واليوم الجماهير غتقدم واحد لوحه فنيه وان شاء الله، والحريه السكوادرا، ان شاء الله المقابله غتكون قويه وغيكون الضغط ان شاء الله. كيف ما كتعرف الفريق الرجاء البيضاوي ولا الفريق الدفاع الحسني الجديد كيلعبوا بنفس التاكتيك، اللي غيلعب الكره ان شاء الله غيديها بحال الرجاء، بحال جديده، كل شيء بحال بحال، فهمتي؟ لون واحد، لون واحد، راني ولد جديده في داك الشيء، علاش؟ لون واحد، لون واحد كيجمعنا، ما عندنا داك خضرة روح رياضية، كاينة روح رياضية، شوف شوف حنايا حنا راه ولاد جديدة، جديدة والرجاء جديدة وكازا راه قراب خوت مع بعضياتنا، شنو كيجمعنا حاجة فهمتي؟ لون واحد، الله، الوطن، المال اللي غيديها خويا اللي غيسار غيدي الكوب، كاينة روح رياضية، روح رياضية، مشكلة كيفاش؟ ودابا كنجوروا بعض الرباطيين هادو، كيجيك يديروا عندنا بالحجر، ولكن حنا بنا بجديده خوتنا الحمد لله، واخا غنديو ان شاء الله. وحسبان عطينا اتساعه خويا، حسبان عطينا اتساعه اليوم غيسمع الله خويا. خويا المشكل اللي كنلقاو في المشكل اللي كنلقاو في الرباط هو فاش كنجيو ما كنلقاوش الحمايه من الامن، كنجيو بوحدنا تنوصلوا للتيران راسنا. حنا دابا جينا للتيران ياك من المحطه ديال التران حتى للتيران جينا بوحدنا، ما تعرضتوش للمضايقات؟ كنتعرضوا للمضايقات وما كايناش مرافقه امنيه. هما فاش كيجيو الجمهور ديال منين كتعرضوا للمضايقات؟ من الجماهير ديال الرباطه ديال الجيش الملكي. حنا ملي كيجيو لكازا كيجيبوهم طوبيسات حتى حدا الباب ديال التيران كيدخلوهم. حنايا الرجاويين مسطين في اي مدينه تحطينا كنحتلوها. كيفاش مسطين زعما؟ واش في اي مدينه كمشيو رجاوي مهبول، واش فهمتيني؟ ما كيدخل حتى شي حاجه، ولكن معروف على الجمهور ديال الرجاء انه جمهور مخلق وراقي. متخلقين، ولكن ملي كتلاقى مع بحال الجمهور ديال الرباطيين ماشي متخلقين، عنصريين. اقل واحد كتسول راجل الامن كتقول له التيران فينا واجه، كيقول لك هذا الجي هو راه التيران حداك. واش هادشي مؤخرا ما بقاش العنف كما شحال هادي؟ وحنا ملي كيجيو لكازا المركب محمد الخامس عندنا حسن استقبال، كتستقبلوا اي جمهور كتستقبلوا بحسن استقبال، ما كتعداوش على الجمهور كسيبورتو 90 دقيقه وديما رجاء وحسبان غيعطينا شي ساعه دينا الفينال وما ديناش الفينال. ما بقيناش كنلقاو الشغب داخل الملاعب من طرف الجمهور الرجاء. هذه عداوه مبكري ما بين فريق الجيش الملكي والرجاء. ابار العداوه، هو دابا ان الجمهور بغاو يحبسوه، لو زولترا، بغاو يحبسوا البيبليك، وحنا راه ما نتحبسوش ليهم فهمتي؟ اي بيبليك في مكان جديده كازا الرباط القنيطره راه ما غنفهمش، راه البيبليك راه عمرهم الزولترا راه عمرها ما غتحيد كاع في هاد البلاد هاد. سكوادرا ليبرتا وديما رجا وحسبان غيمشي، غدينا الكوب ولا ما ديناش غيمشي صحه.